شوف كاين جوج حوايج، اما غندخلوا بجوستومون بهاد لا بريسيون ولا ديناها ولا ما ديناش، لا خصنا ندخلوا في هذا الماتش بحال الماتش ماشي عادي، باسكو ما كيكونش عادي، خصنا ندوا الارقام، خصنا ندوا الكاس العرش. هاك ما نفكروش في غندخلوا في ليستوار، خصنا نفكروا ندوا الكاس العرش بحال اللي دينا الشامبيونز ليغ، بحال اللي دينا البطوله، ولا درنا هادشي ان شاء الله غيكون خير بالحق، ولا دخلنا بالعكس ديك ولا ربحنا غندخلوا في ليستوار وغنخليو الاسم ديالنا، غنكونوا غالطين. باسكو تا بركان عندها فرقه تا هي باغي تدخل في ليستوار، تا هي باغي دي دو تيتر. الماتش ما غاديش يكون سهل، كنحترموهم، لعبنا جوج مرات معاهم في البطوله وعرفنا جوج ماتشات ما كانوش ساهلين. دونك هو ليتا ديسبري ديالنا، عندنا الدراري فيهم ثقه، عندهم ثقه، كيحترموا اي فرقه بحال اللي داروا مع الفوس، بحال اللي داروا قبل مع الرجاء ولا مع محمديه في الكاس. الماتش ديال الكاس سي سبيسيال، ماشي احسن فرقه اللي كديها هي الفرقه اللي كتبغي اكثر ديها. دونك بهاد ليتا ديسبري اللي خصنا ندخلوا ان شاء الله. فخي اثر ولا ما غاديش اثر، بحال اللي قلت الدراري دابا السيمانه حنا ما خصناش نفكروا في هادشي، ولا فكرنا في لي زابسونس قبل ما ندخلوا في التيران. حنا عندنا ان جروب وكنامنوا بهاد لو جروب، ومن الاول العام قلنا حنا عائله، دونك اي واحد اللي غيدخل حنا عندنا الثقه فيه، وثاقين اللي غيحطوا لنا الاضافه وغيديروا الخدمه اللي ما داروش الدراري قبل. شفتوا داري ما كانش في دومي فينال ودوزنا، بنزا ما كانش كارت فينال ودوزنا، كنامنهم لي واخا ثلاثه خصنا نحطوا لهم كمان سي دي جوغ تري امبورطون. عمرنا ما غننساو اللي حتى داري اللي حتى بيتزا، والخدمه ديال جبران نتوما عارفين هو السبع ديالنا بالحق، ولا بدينا كنفكروا ما كانت جبران غيأثر علينا ماشي مزيان. اللي غيدخل عندنا الدراري الداودي غيدخل ان شاء الله، والداودي بحال اللي قلت واحد اللاعب اللي كبير حتى هو، دونك تيقين في اللعبه اللي غيدخلوا ان شاء الله باش نديروا ان غون ماتش ان شاء الله. بالنسبه للنهائي كاس العرش فالحمد لله استعدنا ليه بما فيه الكفايه ذهنيا وتكتيكيا، ان شاء الله غادي ندخلوا للمقابله عازمين باش نحققوا نتيجه الانتصار اللي تخاولي لنا نفوزوا باللقب الثالث هذا العام ان شاء الله، اللي غاب على خزينه الفريق مده طويله هذه، وشخصيا اللي خسرته في نهائي 2016 بالنسبه لي هذا الكاس عزيزه بزاف، ان شاء الله نتمنى من الله يوفقنا نحققوا نهار الخميس ان شاء الله. نكمل على الكلمه ديالي اللي قلت نهار الاولاني اللي جيت الوداد، جيت ايضا دي تو لي تيتر بوسيبل، والحمد لله ربي ما حشمناش وحنا ماشيين في هذا الطريق، وباقي لنا الديرني ماتش اللي غادي يكون ضد بركان بو بوفوار فينيغ هادشي بحال اللي قلت ان شاء الله، والله ربي سهل علينا بيان سور. وقال الماتش اللي داز حسيت شويه فهمتي تجان، غادي نعملوا الجو ديالنا، باقي عندنا ماتش واحد وان شاء الله يكون غير خير ان شاء الله. كتصور ماتش يكون ماتش صعيب كونتر بركان في نادي الكوب دي ترون تقريبا 22 عام ربحات الوداد الكوب دي ترون؟ اه بيان سور غادي يكون ماتش صعيب، عشان بعدنا عارفين حنا وبركان هذا العام حنا لي دوز سول زيكيب اللي من الاول ديال العام ما بركناش، هما عندهم هذيك لا كاف وحنا تشامبيونز ليغ، وصراحه سي بون ايكيب وغادي يكون بون ماتش في الرباط، مدينه مزيانه، ستاد مزيان، الجمهور غادي يكون حاضر، صافي تجي نبان فينا ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.